ازيك يا جيهان يا بنتي؟ ازيك يا جوز عمتي؟ عن اذنك اتفضلي. انت فين يا احمد افندي؟ انا مش قايلك تروح بدري عشان تراجع معايا قبل ما اروح الدرس. ما انا كان عندي محاضرات النهارده متاخر يا بابا. في محاضرات في الجامعه بتقعد لحد دلوقتي يا احمد؟ اصل مش كان في مظاهرات النهارده والامن المركزي قافل البيبان وفين وفين بقى على ما خرجت؟ يا ساتر استر يا رب، يا ساتر استر. اوعى يا تكون قلت عقلك وطلعت مع المظاهرات زي ما اخوك كان بيعمل زمان. واعصى كلامك يا والدي، اعوذ بالله. انا مؤمن يا بابا ان الجامعه للعلم وبس. ربنا يا ابني يكملك بعقلك. لما ترجع بقى من الدرس نقعد مع بعض قعده تقيله، تمام؟ نظبط كل اللي انت خدته. انا عاوزك المره دي يا احمد تسمع لي غايب. نعم يا بابا، في حاجة؟ الساعة لسه 9، ايه اللي رجعك بدري كده؟ على فكرة حضرتك أول مرة تسألني السؤال ده. انتي مش قلتي إنك هتباتي عند صاحبتك؟ اه، بس أنا قلت أرجع أبات في البيت أحسن، وبعدين هي بقت دلوقتي كويسة الحمد لله. سبحان الله، لحقت تخف؟ بابا هو في حاجة؟ لا يا بنتي، لا مفيش، سلامتك. ربنا يكتب لك الثواب. هي المواصلات كانت رايقه وانت جايه؟ يا بابا، ده ربنا كان مسهلها على الاخر. على الاخر؟ طيب يا بنتي روحي انت، ربنا يهدينا ويهديك يا رب. روحي. ايه يا عم الهندسه؟ انت مش ناوي تطلع بينا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا عم محمود، اصل رايح الشادي بيفرقوا هدايا وحاجات وبيفرقوا هوبر كمان، عشا وشاي واي حاجه. السلام عليكم. يا إيه؟ بابا موضوع الهدايا ده ما قلبتش حاجه وانت جاي كده في السكه؟ انا برضه هروح اقف مع الورش وازاحم على الهدايا. انت اتخبطت في دماغك يا انت؟ شكلك هتضطر تقف مع الورش. انسى ان حد يشغل مركب ولا معديه ويسيب اليغمه اللي جوه دي كلها. دول بيقولوا هيوزعوا عشا ومشاريب بعد المؤتمر، يعني مائدة رحمن من غير رمضان. طب تعالى معايا يا خفيف، تعالى عشان تاخد اخوك فوزي تروحه ويكمل الواجب بتاعه، وانا بقى هتحايل على الواد المعداوي ده ياخد الهديه بتاعته ويوصلني قبل ما ينزلوا العشاء. يلا. قلت لي هي المظاهرات كانت فين؟ الله، ايه اللي رجعك؟ مش قلتي هترجعي الساعه 12؟ فيها ماما، ما انا لسه مقابله بابا تحت وسائلني نفس السؤال. عنده حق، قبل ما ينزل مكلم صاحبتك على طول وقالت ان انت مع امها في الحمام، ده حتى قاعد يدعي لي. قال بصحي ايه اللي جابك بسرعه كده؟ برضو عملته زي كل مره، كلمت اصحابي صغرتوني عندهم، تقول عليا ايه البنت دلوقتي؟ ما انت يا حبيبتي لو مربطه معاها مش هتقول حاجه. ايه اللي جابك بسرعه؟ ردي انطقي. برضو مخونني يا ماما، الله يسامحك. انا مش عايزاكي تدعي لي، انا عايزاك تحكي لي. رحت عشان اسحب ابلكيشن من شركه طالبه سكرتيرات، وكنت هملاه النهارده واروح اعمل المقابله، بس تلاقي البنت لما بابا كلمها في التليفون حبت تداري وما عرفتش. اصل هي ما تعرفش ان انا هروح بدري، يعني عشان الشركه بتبقى زحمه قوي. بص يا ماما، انا هديكي الابلكيشن ولما بابا يرجع ابقي اديهوله لما يحقق معاكي، علشان انا ما عنديش استعداد ان هو يجي يصحيني ويسمعني بقى الموشح بتاع الدراسه والمستقبل والشغل، عشان انا زهقت من الكلام ده مش عايزه اسمعه تاني. ماشي يا ماما، اتفضلي. صباح على خير.